السلام عليكم. راح نشرح الرول of the brainstem in controlling motor functions. نتفق اتفاق أولي إنه البرينستيم له علاقة بالinvoluntary motor، يعني الrespiration involuntary. طبعا احنا ما نقدر اتحكم، اوكي يعني اتحكم بالديبت وهاي، بس انه اقدر اوقف الريسبيريشن؟ لا، يعني ما يعني واحد ما يقدر يتنفس، يعني يسوي نفسه ما يتنفس حد ما يموت، هذا ما في شيء. هو شرحناها يمكن بالكارديو، الكارديو فاسكولار سيستم ايضا يتحكم به، يعني معقوله يتحكم بال الضغط مال الاوعيه، يعني السموث ماسلز، لا ما معقوله. جاسترونتستينال فانكشن ايضا، control of the money stereotype movements of the body. stereotype يعني حركات ال يعني مثلا ال blinking مال العين، احيانا يعني غير اراديا راح ترمش او هيك شيء، هاي اسمها stereotyped movement. control of equilibrium لها هم علاقه بالتوازن. control of eye movement هم involuntary، مثلا هذا constriction مال البؤبؤ مال البيوبول ولا اخره، والدايليشن اي الميوسيس والمدياسيس. وفاينالي ذا برينستيم سيرف اس اواي ستيشن، هي محطه لوقوف او محطه تمر بها السيجنال فروم هاير نيورون سنترز، يعني من الكورتكس، يعني ما تروح لقبل السبينال كورد او هذا الا تمر وين؟ بالبرين ستيم. فهي تعتبر كواي ستيشن فور كوموند سيجنال، يعني محطه لاستقبال السيجنالات. احنا عندنا مصطلحين، هي البالبر بالسي والسيدو بالبر بالسي، بس انا ما راح اشرح عنها هسه، راح اروح اشرح بالبدايه الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن. فنجي او على الابر موتور نيورون ليجن. ابر موتور نيورون ليجن also known as pyramidal insufficiency او pyramidal weakness. ابر موتور نيورون، احنا نتفق انه الابر موتور يعني اول ما يطلع من الهاير سنترز من الكورتكس، يعني هو ورايح للابر موتور، يا اما رايح للكرينيوم نيرفز، مثل هاي كرينيوم نيرفز، هن اثنين يجين يمنا ويسرا، منا ومن يجيهن هيجي، يا اما ابر موتور نيورون، ابر موتور يصير جوا، واللور موتور هو يطلع من الكرينيوم او من الانتيرير هورن مال السباينال كورد. ف القطع هنا above the cranium or above the nucleus اسمه upper motor neuron lesion. upper motor neuron lesion upper motor neuron lesion وهنا القطع هو lower motor neuron ليجن. بس احنا نحكي كابر نيورون ليجن مو بس واحد، لا، من الايمن ومن الايسر انقطع، هذا الابر موتور نيورون ليجن. فدي يقول لك also known pyramidal insufficiency occurs in the condition affecting motor neuron in the brain or the spinal cord such as stroke، مثل الجلطة الدماغية، والmultiple sclerosis تصلب المتعدد، تروماتيك برين انجري، سيربرال بالسي، لان كل الاسباب راح تدينا الى ابر موتور نيورون ليجن. شي جينا البيشنت اذا واحد عنده ابر موتور نيورون ليجن، عنده مسل ويكنس، يعني ابر موتور نيورون ليجن عندنا باراميدال واكسترا باراميدال تراكت، اكسترا و باراميدال. فإذا الأبر موتور يروح عن اثنيناتن يقطعن، فراس إحنا قلنا البارامدا يسطر على الموفمنت الديستال، فيصير عندنا مصل a pattern of weakness. يعني إحنا عندنا تعويضات، يعني هو مو بس من البارامدا، يجي لهم إعازات ثانية للمصلز، بس إحنا إذا نقطع البارامدا وكسر البارامدا راح يصير weakness بالمصلز، وخصوصا المصل مال extensor مال upper limb والflexor مال lower limb is the pyramidal weakness.
فاحنا حصير وين الضعف؟ بالاكستنسر بالابر لم، وبالفلكسر باللور لم، وراح وديكريز وراح تصير عندي ديكريز بالكنترول اوف اكتيف موفمنت، وخاصه الحركات البسيطه السلونس، لان هو احنا قلنا البارام ده يسيطر على الموفمنت الاكتيف موفمنت اي السكولد موفمنت. سباسيتيستي احنا عندنا انه الاكسترا باراميدر هو انهبيتري كمجمل عام، هو انهبيتري للستريتش ريفلكس ويسوي انهبيتري، فاذا انضرب راح انهبيشن فصار اكزايتيشن كلش عالي بالستريتش ريفلكس والتون، فراح يصير عندي سباسيتيستي هي ريزولت لوس اوف انهبيشن موتور نيورون كوزنج ماسل كونتراكشن، عشان ماسل كونتراكشن كلش قويه. كلاسب نايف ريسبونس يعني، يعني بالبداية أنا جا أريد أحرك رجلي الواحد دا أسويها فلكشن مثلاً، فلكشن بالبداية أول ما أسويها ما يصير، يعني دا أواجه صعوبة بدفع رجلي، بعدين لا ترتخي، هاي اسمها كلاسب نايف ريسبونس where initial higher resistance to movement، أول شيء أصير resistance ممانعة وهنا بيصير laser resistance. بابينسكي ساين موجودة، شين بابينسكي ساين عشان نشرحها بالأخير؟ بابينسكي ساين يعني رجلة إذا صار بيها فلكشن أحس طبيعية، إذا ما صار بيها فلكشن يعني هي بوزيتيف بابينسكي ساين، هاي دلالة على الأبر موتور نيورون ليجن. إنكريز بالديب تندون ريفلكس أي هايبر ليفت، يعني بس أتخرج رجلة قبل التقمص إذا ضرب التندون مال ني اللي هو الباتلاري تندون. لور موتور نيورون ليجن هي one major characteristic to identify lower motor flaccid paralysis. شنو flaccid paralysis؟ ذاك هم paralysis ال upper motor neuron lesion. ال بهذا lower motor neuron flaccid يعني صار عظام مرتخية مو متشنجة. فال paralysis are combined by loss of muscle tone such as neuropathy. شنو neuropathy؟ يعني مثلا هذا الباراليسيس راح يكون مصحوب انه المسل تون ماكو، يعني مو هايبر ريفلكس يصير هايبرفلكسيه هايبرتونيا. This is contrast to upper يعني عكس الابر موتور نيورون ليجن، ذاك يصير مشنج هايبر ريفلكس، هاي لا بالعكس حساس سباستيك باراليسيس، لا هنا يصير هايبرتونيا، لا هنا هايبوتونيا وفلاسيد. سيمبتومز دكستنسر بابينسكي ريفلكس يوجوال ابسنت، ما موجود بابينسكي ريفلكس باللور موتور نيورون ليجن. المسل باراليسيس او باراليسيس بس هايبوتونيا وهايبو ريفلكسي عكس الابر موتور نيورون ليجن. المسل راح تكون ويستنج فاسكوليشن فيبريليشن، يعني يصير بها حركه، هي يعني ما مسوي شيء وبها حركه نبضات فيبريليشن فاسكوليشن. The typical sign of end stage muscle denervation. هاي شو بتصير الوستنج فاسكوليشن فيبريليشن بنهاية، يعني بنهاية ال end stage denervation يعني كلش النيرف كلش راح، يعني انتهى النيرف بالعضلة long period. Another feature is segmentation of symptom. مثلا lower motor neuron lesion أنا ضربت نيرف واحد بس الأبر موتور راح أضرب أكثر من تراك كامل أكثر من نيرف، فحصير segmentation يعني مثلا ضرب النيرف مال بس البايسبس إذا البايسبس راحت. Only muscle innervated by the damaged nerve will be symptomatic symptom. بابينسكي ريفلكس واحد إذا هاي أنا الصورة شو ما خلي الصورة هذا واحد هاي رجلة دغدغتها منها بالحافة بشي حاد تاكتو ستيمولي فيرم حاد tactile stimulus is applied to the lateral sole of the foot to reflex arc stimulated. هاي حفز البيراميدال والاكسترا بيراميدال سيستم. بالنورمال البيراميدال سيستم راح يصير يتحفز اكثر من الاكسترا بيراميدال فحيصير السبرس. فالتوث شو راح يصير بيها؟ And therefore down bending of the tooth is elicited in response to sensory stimuli from the bottom of the feet. However when يعني شنو التوز راح يصير بها فلكشن، يعني شلون تبعد نفسها عن هذا الشيء الحاد. However when damage occurs to pyramidal system without يعني بدون ما الاكسترا بارامدر يعني بس البارامدر انصاب فالاكسترا بارامدر هي راح تتغلب، فايش راح يصير؟ extension بالجريد 2 and funding outward of the toe. هاي التايب شو اسمه؟ بامسيكي ساينز which used clinical direct damage. يعني هنا البارامدر مضروب فما راح يقدر يسوي فلكشن، لان احنا قلنا يسوي فلكشن بال
فوت اكستنشن بالهذا بارينال بورشن اوف ذا موتور كنترول سيستم يعني هو سبيشال للبرايم ميدل ذا كوز اوف ذا ساين از دون استيميشن اوف وذ ا دراور بروتكتيف تايب اوف ريفلكس اوف ذا اكسترا بارينال سيستم انوبوزد باي ذا دامج باي ريم ذا سيستم the cause of this sign is نتيجة الاستيميليشن يعني سبب هذا الساين انه الاكسترا بارامتر ما حسوي فليكشن لا حسوي حتوخر نفسه بس التو ما يصير بيها فليكشن راح تبقى اكستنشن وهذا راح يميز الاكسترا بارامتر عن باريد بلس سيستم نجي نحكي عن ال البالبر والسيدو بالبر البالبر بالسي هو أعصاب التاسع العاشر والداعش والاثناعش ما راح تسوي وظيفتها بشكل عادي نتيجة شنو اللور موتور نيورون ليجين تبه عالية أما السيدو بالبر هو أبر موتور نيورون ليجين تأثر بس على التاسع والاثناعش هنا آخر أربعة هنا بس التاسع والاثناعش وهذا أبر موتور نيورون ليجين هذا لور موتور نيورون ليجين هو يما بالنيوكلياس أو فاسيكلس ليفل ميدلا بلينجاتي يعني هذا صاير بالبونز بدي يعني جوا النيوكلياس من ديلا بلينجاتا or from region of lower cranial nerve outside the brainstem يا اما lower يعني يا اما جوا النيوكلياس او انه الاوتر طالعات من البرينستم in contrast to هاي upper motor neuron region of the corticobulbar tract من the bones يعني هذا lower motor neuron مثل هاي النيوكلياس يا اما هنا بالميدلا بلينجاتا انقطع او يا اما طلع هنا او هنا انقطع هذا كل اثنيناتهم lower motor neuron region هاي النيوكلياس مدني النيرفات اما هذا ابر نيوتون ابر موتونيو كلينيكال ايفنت ديسفكشن تو ذا اكور سش ليجن يعني هذا احنا قلنا انه الكرانيال نيرف يتغذى يمنى ويسرى فالابر لاتيرال لازم اثنيناتهم ينصابون هذا الابر يلا نسميه ابر يلا يبين عليه الكلينيكال يعني علامات سريريه البلبر بالس از ان سورنت اوف ساين اند سيمتوم هو مو يعني ديزيز هو مجموعه ساين وسيمتوم نسميها بلبر بالس او سيدو بلبر بالس شنو السيمتوم او ديسفيجيا صعوبه بالبلع difficulty in swallowing, difficulty in chewing من مضغ, nasal regurgitation يعني يرجع الطعام بحشمة صعوبة بالحكي, slurring difficulty in hormonic secretion يعني ما يستطع السلايفة مالته مثلا choking on يعني يختني بس يشرب ماء أو يشرب شاي راح يختني dysphonia ما يقدر يطلع الصوت dysarthria طلع كلمات مخربطة أو يعني time مالته يختلف مثل حسن هاي ديسارثيا ديسفونيا ما يقدر يطلع اصلا كلام نتيجه ضعف باللارنجيال ويكنس يعني هي اربع يعني هاي بول يعني اربع الفيجاس والهاي اخر اربع اثر ايثر عن المسل كلها شنو العلامات اول شيء نشوف انه يحكي من حلق من خشمه نيزل سبيتش بس يعني هيك يعني حكي ما مخربط يعني ما بي موديليشن وديفيكولتي بنطق الكونسونيت يعني الاحرف ما يحكيها عدل التانك راح يصير بفاسكوليشن انه هو هايبوغلوس انه يتأثر دروبينج اوف سلايفا ويكنس اوف سوفت باليت اكزامين باي اسكينج بنشنس يعني السوفت باليت هنا فحصها لازم متساوي على اليمنى واليسرى واليوفيلا ميد لاين جو هنا نورمال او ابسنت والدقائق ما موجود يعني هو انضرب اصلا الهايبوغلوسال والفيجاس ولور موتور نيورون اوف ذا ليمز عندنا الاكسسر يعني بالإضافة إنه they may be lower motor neuron lesion إحنا قلنا هذا lower motor neuron lesion فراح يأثر على limbs هم لأن يعني الأكسسر هم يغذي العضلات. The ocular muscles are spread يعني ocular muscles ما حسب يشيل ليش لأن هاي من حميزة عن طريق المايستينيا جريفيس هذا المرض هو راح يسبب لي يعني خلل بالmuscles ocular muscles مو البالسي سيدو بالسي ده يقول لك هو نفس البال بالبر بالسي بس انه هو ابر موتور نيورون ليجن يعني ينضرب بالسربرال كورتكس النيرفي ذا موتور نيوكليا ان ذا ميدولا يعني مو يصعد من فوق يغذي النيوكلياس منه ينضرب هذا الابر موتور وخاصة وعادة بالستروك وهذا خلصنا الكلينيكال موتور